السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين نناقش فيها ما آلت إليه أحوال المرأة اليمنية بعد 5 سنوات من الحرب. أعلنت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي أنها وثقت أكثر من 16,000 انتهاك ارتكبتها أطراف الصراع المسلح في اليمن ضد النساء في 19 محافظة يمنية خلال فترة الحرب الراهنة. وقالت في تقرير حقوقي أصدرته تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة بعنوان اليمن النساء في مهب الحرب أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة، بالإضافة إلى 384 حالة اختطاف وإخفاء قسري وتعذيب. تصدرت جماعة الحوثي المركز الأول في ارتكاب حالات القتل بحق النساء بنسبة 72%، يليها التحالف وثم الحكومة الشرعية. تفاصيل ومعلومات كثيرة تضمنها التقرير، الأمر الذي يستدعي قراءة في الوضع المؤسف الذي تعيشه المرأة في اليمن. للنقاش حول ذلك سنستضيف عبر البث المباشر من عدن رئيسة رابطة أمهات المختطفين في تعز السيدة أسماء الراعي، وعبر سكايب من فيينا الناشطة سمية الثور، وسينضم إلينا هاتفيا من اسطنبول مسؤولة وحدة المرأة والطفل بمنظمة رايس لحقوق الإنسان دعاء جازم. وأبدأ مع ضيفتنا عبر سكايب. إذن ريثما يجهز الضيوف مشاهدينا نذهب لمتابعة هذا الاستطلاع الذي أعده الزملاء في تعز. من أبرز الصعوبات اللي تواجهها المرأة في المجتمع الآن الحالي بالذات بأيام الحرب، أكبر صعوبة إن تفقد العائلة الموجود له، الحامي، السند، تفقد ولد له. تعاني المرأة نفسيا، اجتماعيا، اقتصاديا. المرأة تعاني، يعني نحن يمكن ما نقدرش نوصف معاناة المرأة بال5 دقائق اللي أنتم تعملون، لأن معاناتها كبيرة جدا جدا. إلى جانب فقد العائل، هي تفقد الشخص اللي يكون مسؤول عنه، تخرج هي بعدين بالنفسه، هي اللي تعبي الماء، المرأة هي اللي تخرج تصرف احتياجات البيت، المرأة هي اللي تخرج تشتغل عشان توفر قوت يومها وقوت أطفالها. المرأة تعاني نفسيا كمان إنه ما تعرفش بعض الحين توفر احتياجات الأطفال اللي موجودين معي، ما عندهاش المنزل اللي يمكن يحتويها. كمان إلى جانب إنه تفقد العائل، قد بالذات اللي عند سيطرة الحوثيين قد يتم أسره، فتعاني معاناتين، معاناة إنه تصير مضطرة إنها تجيب احتياجات لأولاده واحتياجات لمنزله، إنها كمان تروح تتابع حق الراجل اللي تم حبسه. أولاً الصعوبات اللي تواجهها المرأة في المجتمع فقدان العائل، اثنين التعليم إنها ما تكونش متعلمة تمام، ثلاثة البيئة المحيطة به وتصرفات المجتمع معه، إنه المجتمع ينتقد المرأة بتصرفاته بأسلوبه، ثلاثة الحصار القائم في بلادنا اليوم وبالذات الأماكن التي يحتلها الحوثي من خلال تقييد حرية المرأة وتقييد حريته في الكلام، في التعبير، في الكتابة. أبرز الصعوبات التي تعاني منها المرأة في ظل الأوضاع التي تعاني منها البلاد عديدة، منها أو أكبر هذه الصعوبات هي فقدان العائل أو من يعول هذه الأسرة من إما أب أو ابن أو زوج. هذه أبدأ فقدان هذا العائل إلى تحمل المرأة العبء الأكبر، وهي رعاية الأسرة وتوفير مصدر دخل لهذه الأسرة، مما اضطر بعض الأسر إلى خروج هذه المرأة للعمل في ظل هذه الأوضاع، ويعد هذا من أكبر الصعوبات التي تعاني منها. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من فيينا مسؤولة الملف السياسي في شبكة نساء لأجل اليمن السيدة سمية الثور. سيدة سمية مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أو بك سيدة سمية. يعني أنت مسؤولة في الملف السياسي لشبكة نساء لأجل اليمن، ما الذي يمكن فعله للحد أو التخفيف من تداعيات الحرب على النساء اليمنيات؟ أولا لا أدري كيف أهنئ المرأة باليوم العالمي للمرأة في الظروف التي تمر به النساء ليس في اليمن فقط ولكن في الكثير من المناطق النزاع
وكثير حتى من مناطق السلام التي تعاني فيها لا زالت في كثير من الاضطهاد والقصور في الحقوق وإلى آخره. بالنسبة ما يحدث في اليمن وأنا أسمع حديث الأخوات في تعز وفي عدن، طبعا أكبر إشكالية عانت منها أعتقد أو يعاني منها الشعب والمواطنين يعني في ظروف الحرب، أنه لا أحد من أطراف النزاع تلتزم بأخلاق يعني وبأمن وسلامة المواطنين المدنيين الذي ما يشاركوا في الحرب. في كثير من الندوات في كثير من المؤتمرات دائما ما طرحنا هذا الحديث، أنه الحرب قائمة ولا أحد استطاع أن يوقفها، لكن مقابل هناك قوانين دولية، هناك عقوبات لمن يخترق هذه القوانين، لكن للأسف المنظومة الدولية فيها عجز يعني عجيب، فيها عجز مخزي تجاه مثل هذه الأمور. يعني مثل المبعوث مثلا يعني ما دوره وهو ينظر إلى مثل هذه الاختراقات، وهو يمثل الأمم المتحدة ويمثل الحقوق الإنسان ويمثل كل هذا المجتمع الدولي الذي يدعي حقوق الإنسان وأمن وسلامة المواطنين. فبالتالي أنا أعتقد أنه هناك منظمات مختصة في هذا الموضوع، أمن وسلامة المواطنين. يعني نحن نعلم جميعا كمية الألغام الأرضية التي زرعت في اليمن والتي سنعاني منها لمئات السنين. يعني لا زال في أوروبا إلى اليوم لا زالوا يعانون من القنابل التي لم تنفجر في الحرب العالمية، فما بالك بألغام زرعت لا أحد يدري أين موقعها. فهناك قوانين دولية تحفظ هذه الحقوق للمواطنين وأمن وسلامتهم في ظل النزاع. أنت يعني لا تستطيع أن توقف النزاع، لكن يعني هناك طرق وهناك منظمات وهناك مسؤولين وهناك أمم متحدة ومجلس حقوق إنسان. نعم. لو أنه طبق هذه القوانين على أطراف النزاع يمكن يكون هناك ضغط مختلف على هذه الأطراف. نعم. أيضا هنا يعني لو نحط التركيز قليلا على مسألة المنظمات والجهات المعنية بقضايا المرأة تحديدا، يعني ما الذي قدمت وأنتم على وجه الخصوص في هذه الشبكة، يعني أين تقف شبكتكم عمليا مما يجري في الميدان للمرأة اليمنية؟ يعني لو ركزنا على الشبكة بيكون الموضوع أقل. يعني الشبكة هي عبارة عن تحالفات مدنية تشتغل في الخارج وتشتغل في اليمن داخل اليمن. نعم. حاولنا من خلال الشبكة إيصال صوت الأخوات أو الناشطات المنظمات المجتمع المدني داخل اليمن إلى الخارج، يعني أن نوصلهن أن نكون يعني في الشبكة خصوصا كجسر ما بين من يشتغل في الداخل للخارج. حاولنا دعم الكثير من المبادرات والفعاليات، هناك توعية، هناك ضغط على أصحاب القرار أو المجتمع الدولي. يعني كمنظمة كشبكة يعني دورها لا يكون بهذا الغد. أصدرنا الكثير من البيانات التي يعني حتى اليوم ترجع إليها لجان دولية، أصدرنا دعم يعني أيضا لكثير من القضايا التي تمر بها النساء والمجتمع اليمني ككل. لكن يعني قضية المرأة في اليمن لا نستطيع أن نقصرها بهذا الحد. يعني موضوع المرأة مثل ما سمعنا الآن من الأخوات، يعني بالنسبة لي لما أسمع هذا الكلام حاجة لا أفكر فيها ماديا فقط. يعني حتى وأنا في محاضرة تسألني الأجنبية تقول لي كيف نفسية هؤلاء النساء، من يهتم بنفسية هذه النساء؟ فللأسف الكل متجه في عمل واتجاه واحد. فعلا هناك تقصير كبير جدا في جانب نفسية المرأة في خلال هذه الحرب. نعم. إذن تكرمي بالبقاء معنا، وأرحب الآن بضيفتنا من عدن رئيسة رابطة أمهات المختطفين في تعز السيدة أسماء الراعي. سيدة أسماء مساء الخير. مساء الخير، عفوا فقط الصفة عدلها، مديرة مكتب تعز. مديرة مكتب تعز وليس رئيسة رابطة أمهات المختطفين في تعز. نعم. إذن سيتم التعديل. نعم. مرحبا بك سيدة أسماء، واليوم يعني نتحدث عن واقع المرأة اليمنية في ظل
الحرب، هذا الواقع الذي ذهب إلى الأسوأ يعني كما هو حاصل، يعني كيف ترون بنظركم أنتم واقع المرأة اليمنية بعد 5 سنوات من الحرب؟ أنا أعتقد أن المرأة اليمنية في ظل الحروب أو ما تصف بها اليمن من مراحل عصيبة، أعتقد أن المرأة اليمنية أثبتت أنها امرأة قوية، استطاعت أن تثبت، أن تجد لها مكان ومساحة على الأرض رغم كل الصعاب التي تعانيها كأم، كزوجة، كأخت، كابنة، في ظروف غامضة ومختلفة، سواء كانت ظروف وفاة الزوج أو ظروف ذهاب العائل أو ظروف اختطاف لرب الأسرة أو عائل الأسرة. أثبتت المرأة وجودها وبقوة، فهي تقف الآن لتحمل المسؤولية عنها وعن الرجل. الكثير من النساء أثبتن أنهن قويات بمعنى الكلمة، كونها تتحمل مسؤوليتها ومسؤولية الرجل في ظروف صعبة، في انعدام للمياه، انعدام للكهرباء، انعدام للمواد الغذائية. كل هذه الأمور المرأة اليمنية أثبتت جدارتها وبقوة في الوقوف بشموخ أمام هذه الصعاب والتحديات. لا ننكر أنها قد تعاني الكثير من هذه الظروف، لكنها إن شاء الله ستصمد وتثبت جدارتها وبقوة في هذه الظروف. نعم، لكن سيدة أسماء، يعني بالتأكيد هناك يعني مواقف وانتهاكات طالت المرأة اليمنية وهي بارزة، وترون أنها يعني أكثر قسوة عن سواها. لو تضعي لنا نماذج أو أحداث يعني توضح مدى ما تعرضت له المرأة اليمنية. نعم بالفعل، تعرضت المرأة اليمنية لمواقف صعبة ولاضطهاد صعب. نستطيع أن نقول أن أحداث الحرب التي تمر بها اليمن والأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن تعصف بحياة المرأة اليمنية وبقوة، حيث أن هناك كثير من التحديات. هناك تعاني المرأة من العنف الأسري، تعاني المرأة من الاضطهاد في مجتمع، نقول أن المجتمع يميل إلى العادات والتقاليد ولا ينصر المرأة في كثير من الحالات. كذلك تعرض المرأة اليمنية في أغلب المحافظات أن تكون عرضة، سواء للألغام أو للصواري، للقذائف أو الرصاصات الطائشة، لكل هذه الأشياء. المرأة بكونها جنس ناعم لا تستطيع أن تتحمل مثل هذه الأشياء، لكن نقول أن هذه الأمور ستمر. كذلك في الآونة الأخيرة نقول أن الحرب عصفت كذلك بالمرأة اليمنية لدرجة أن يستباح اختطاف المرأة وتغييبها قسريا، لا تستطيع التواصل مع أسرتها. هذه الأمور نعتقد أنها كثرت في المحافظات وبصورة سيئة، نتمنى أن لا تنتشر بكثرة، لكن نقول أن هذه كذلك من الصعوبات التي تعانيها المرأة في هذه الفترة. كون المرأة كذلك تتعرض للعنف، تتعرض لأمور كثيرة في الحياة اليومية، يجعل من المرأة شيء من كما نقول يعني شيء من الانكسار قليلا، لكن أعتقد أن هذا الشيء أو الانكسار ربما يقوي هذه المرأة ويقوي من عزيمتها. أعتقد كذلك أنه يجب على المجتمع أن يقف بجوار هذه المرأة، كونها هي نصف المجتمع، وهي من تربي الأجيال، وهي من تقوم على تنشئة الحياة في المجتمع اليمني. جميل، إذن تكرمي بالبقاء معي سيدة أسماء، وأعود لضيفتنا من فيينا مسؤولة الملف السياسي في شبكة نساء لأجل اليمن سمية الثوري. يعني سيدة سمية، يعني تحدثت عن دور المنظمات المعنية في النساء، وشبكتكم على وجه التحديد هي التواصل مع المجتمع الدولي وإيصال صوت المرأة اليمنية. هل وجدتم أنه يعني بالفعل قد أوصلتم صوت المرأة اليمنية وأصبح الموضوع يعني ذو قابلية، وأيضا يعني أصبح لكم تأثير فيما
يتعلق بيعني دور المرأة وإيصال رسالتها للمجتمع الدولي؟ طبعا احنا في عمل المنظم او المنظمات لابد ان نفرق بين اكثر من نوع من لهذه الاعمال. فهناك مثلا منظمات حقوقيه، منظمات سياسيه، منظمات يعني اجتماعيه، منظمات خيريه. فبالتالي لكل منظمه عمل تخصص مختلف عن الاخر. ف المنظمات الحقوقية يعني مثل مثلا منظمة سام لها مثلا في هذا المجال الحقوقي دور كبير جدا. نحن عبر مثل هذه التقارير نطرح هذه الانتهاكات كشبكة نساء، لكن هو يختلف يعني كعمل منظمات مثل ما قلت لك. يعني لا يمكن أن يكون دائما حديث المنظمة أو الشبكة عن إطار محدد، لكن هناك أهداف كثيرة للنساء، ليس فقط إيقاف الانتهاكات ضد المرأة، لكن هناك أهداف أيضا طويلة المدى اللي هي مشاركة النساء السياسية، يعني قدرتها على المشاركة في اتخاذ القرارات التي أصلا تؤثر على هذا الأمر. هو من باب إيصال القضية و يعني توضيح الصورة للمجتمع الدولي. نعم. والمنظمات الدولية، يعني كيف تنظرون لموقف المنظمات الدولية المعنية بالمرأة؟ يعني هل وصلتهم الصورة كاملة؟ هل هناك التعاطف والتعاون مع هذه القضية؟ شوف أخي، الصورة تصل هناك الكثير من البيانات التي أصدرت، من التقارير التي أصدرت، من النزول الميداني لكثير من المنظمات. صورة للانتهاكات الحاصلة للأسف الشديد أنها وصلت، لكن ما هو التالي؟ يعني ما هي ردة الفعل لهذه الانتهاكات؟ هذا هو الأهم. ما هو الذي بقدرة مثل المنظمات المدنية التي هي من اليمن أو من غيرها من الدول التي تعاني من نفس المشاكل هذه، ما هي قدرتها فعلا على الضغط على أصحاب القرار في المجتمع الدولي؟ للأسف الشديد لعبة الحرب والسلم أصبحت بيد مجتمع إقليمي ومجتمع دولي، لم يعد هناك التفات حقيقي لهذه الانتهاكات. انتهاكات النساء هي جزء من الانتهاكات التي تقع على المجتمع كاملا، لكن لو تحدثنا عن انتهاكات النساء وتأثيرها على الحرب والسلم فهي طبعا تعتبر أكثر من أي انتهاك آخر. نعم. فنحن الذي لابد للمنظمات المجتمع المدني والتحالفات النسوية بالذات هي كيف، ما هي الوسائل التي، وهو سؤال أطرحه دائما، ما هي الوسائل التي بيدنا غير ما نفعله ممكن أن تؤثر على القرار الأممي أو القرار الدولي في خفض هذه الانتهاكات؟ نعم، إذن وضحت الصورة السيدة سمية ثور مسؤولة الملف السياسي في شبكة نساء لأجل أو نساء لأجل اليمن. كنت معنا من فيينا، شكرا جزيلا لك. ومعنا الآن استطلاع من محافظة مأرب يتحدث فيها الناس عن وضع المرأة وما تعاني في فترة الحرب. نشاهد هذا الاستطلاع سويا. في مثل هذا اليوم أنا أفتخر، اليوم العالمي للمرأة، أفتخر إن إحنا وصلنا لها هذا المرحلة، منا وخصوصا إحنا بنات مأرب. كانوا زمان ماشي لا علم ولا تطورات، خاصة عند المرأة، المرأة تبقى في البيت وخلاص. أما الآن الحمد لله بنا المهندسة ومن الدكتورة ومن الفنية، وصرنا نشارك الرجل بجميع الأعمال. أبرز صور معاناة المرأة في الحرب هو لما تأتي المرأة من منطقة اللي هي غير مسيطرة، اللي هي من محافظة لمحافظات، صعوبة في الطريق، أيضا بتنقلها من مكان إلى آخر، وصعوبة الظروف المادية والاجتماعية والاقتصادية لدى المرأة، ومما يؤدي إلى أن يدور لها يعني البحث عن مصدر للعيش. وايضا تاثرها بال ايضا نقل الوظيفه لمنطقه اخرى تلقى صعوبه، ما ادى الى
تعرق لها في كثير من المكاتب الإدارية بسبب عدم وجود فقدان الكثير من الشهادات حقها كلها بسبب الحرب والنزوح. المرأة اليمنية حاليا أصبحت بظل الحرب مهجرة جريحة معاقة بفضل هذه الحرب الحوثية التي قام بها على المرأة كعامة وعلى النساء كخاصة يعني فالأوضاع الآن هي المرأة أصبحت هي من تعين نفسها، أصبحت هي من تقود نفسها، أصبحت هي من تكفل أسرتها، أصبحت هي العامل الرئيسي في ظل هذه الأوضاع. صعوبة الحياة بشكل عام بدءا بتوفير الحطب بدل الغاز بدل غير الفقد اللي تعانيها النساء. الحوثي الآن بيستقطب أكثر الشباب سواء كبار في السن أو صغار وتجنيدهم بطرق يعني تجنيد الأطفال مثلا. فالمرأة في مناطق سيطرة الحوثي الآن تعاني من فقد عائلها احيانا، فقد اطفالها، عدم القدره على المعيشه البسيطه، يعني اصعب اساسيات الحياه غير موجوده للمراه المتواجده في مناطق سيطره الحوثي، بالاضافه الى حريه الراي غير موجوده، الحريه البسيطه حتى على مستوى اللبس، على مستوى التعبير، على مستوى المطالبه برواتبهم حتى وإن كانت متعلمة أو غير متعلمة. فالمرأة في مناطق سيطرة الحوثي تعاني من حالة مأساوية أكثر، يعني أكثر صعوبة. مرأة تعاني بكل مكان، يعني سواء في المناطق اللي تحت سيطرة الحوثي أو بالمناطق اللي هي موجودة ضمن مجمع النازحين. فالمرأة تحت سيطرة الحوثي تعتبر أنه العامل الاقتصادي اللي فقد بالنسبة للناس يشكل عبء كثير على المرأة، لانه عدم وجود الوضع الاقتصادي الميسر للاسره يزيد من معاناه المجتمع، وبالاخص المراه التي هي في تماس تام مع اولادها فهي المعاني الاكبر لهذا الشيء. اذا نعود لضيفتنا عبر الاقمار الاصطناعيه السيده اسماء الراعي معنا من العاصمه المؤقته عدن. سيده اسماء، يعني معاناه المراه معاناة طويلة المدى، يعني ليست من اليوم. المرأة اليمنية منذ ما قبل الحرب وهي تكافح في سبيل الحياة بشكل يعني قد تكون المرأة اليمنية غير نساء العالم فيما يتعلق بما تتحمله من مشقة وتعب والكثير الكثير، لكن يعني إضافة إلى ذلك أضافت الحرب أعباء كثيرة على المرأة اليمنية، ولم يصل الحال فقط على مستوى المكافحة من أجل العيش، وإنما وصل إلى الاعتداء والاختطاف وأمور يعني أمور دخيلة أساساً على مجتمعنا. يعني كيف تنظرين إلى هذه الظاهرة؟ أعتقد أن اختطاف النساء أو تجرؤ الجماعات الحوثية على هذه العملية يعتبر انتهاك لحقوق المرأة. نحن نعلم أن الأديان السماوية وأن القوانين البشرية والأمم المتحدة في دفاعها عن المرأة وحقوق المرأة، كل هذا يضمن للمرأة الحرية ويضمن للمرأة حقوق في شتى المجالات، فاختطاف المرأة يعتبر انتهاك لهذه الأمور كلها. كذلك عندنا في المجتمع اليمني التعدي على المرأة يعتبر من العيب الذي العادات والتقاليد تنكره على كل الأصعدة، فنقول أن هذه الظاهرة هي ظاهرة سيئة جدا، نتمنى أن تزول، نتمنى أن تنال المرأة اليمنية الحق الأوفر في العيش في كذلك أخذ حقوقها، نتمنى أن يكون للمرأة المجال الأكبر في أن تقف على قدميها، أن تحقق كل ما تتمناه.
المرأة لها إسهامات كثيرة في المجتمع اليمني سواء في المجالات المختلفة. كذلك نقول أن في الآونة الأخيرة أصبحت المرأة لها ثقل سياسي ولها ثقل اجتماعي ولها ثقل أسري كبير في إطار هذه الأحداث التي نمر بها، ويعتبر تعدي هذه الجماعات على المرأة في مجتمعنا اليمني من أبشع انتهاك لحقوق هذه المرأة في اليمن. نعم، إذن ابقي معي سيدة أسماء. أرحب الآن بضيفتنا من إسطنبول، مسؤولة وحدة المرأة والطفل بمنظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، سيدة دعاء جازم. سيدة دعاء، مساء الخير. نعم، إذن يبدو أن الاتصال بسيدة دعاء قد سقط، وسيتم معاودة الاتصال بها لاحقا. وأبقى مع ضيفتنا عبر الأقمار الصناعية السيدة أسماء الراعي. سيدة أسماء، أيضا هنا نقطة فيما يتعلق أيضا بشيء جديد، وهو توجيه التهم التي تتعلق بالسمعة والمس بالأعراض، وهذا شيء بات ملاحظ مؤخرا في تعامل ميليشيات الحوثي على وجه التحديد فيما يتعلق بالنساء اليمنيات. أعتقد أن هذه النقطة يجب أن يعيها المجتمع اليمني ويقف ضدها. المرأة إن أصابها سواء اختطاف أو انتهاك كما قلت لعرضها وهذه الأشياء، يجب أن يكون المجتمع واقف أمام هذه الصعوبات التي تعانيها المرأة، ويجب أن يكون هناك قوانين رادعة لما تقوم به جماعة الحوثي. يجب أن يقف المجتمع بأسره أمام هذه التحديات. كذلك يجب أن يكون هناك نظرة حقيقية لهذه الأمور التي تعانيها المرأة، فيجب أن ينظر إلى هذه المرأة على أساس أنها امرأة انتهكت حقوقها، ويجب أن يقف معها المجتمع بأسره حتى تستطيع أن تأخذ حقها ممن اعتدى عليها أو ممن شوه سمعتها. هذه الأمور كلها أعتقد أن الجماعة الحوثي تتفنن فيها، لكن إن كان هناك وقفة حقيقية أمام ما تقوم به هذه الجماعات، جماعة الحوثي، يجب أن يكون للمرأة حق في أن تسترد ما خسرته في هذه المعركة الخاسرة التي تقوم بها جماعة الحوثي. فالمرأة لها كرامة يجب أن تصان، ولها حق في الحرية يجب أن ينتزع. كذلك يجب أن يكون هناك دور للأمم المتحدة كونها الراعي الرسمي أو لقضية المرأة ومناهضة العنف ضد المرأة. هذا يعتبر من أشد أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة في اختطافها أو تعريضها لهذه المواقف. نعم، إذن ابقي معي. أرحب بضيفتنا من مدينة إسطنبول، مسؤولة وحدة المرأة والطفل في منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، السيدة دعاء جازم. سيدة دعاء، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. سيدة دعاء، نتحدث اليوم عن ما تعانيه المرأة اليمنية بعد 5 سنوات من الحرب. يعني نتساءل هنا ما طبيعة إنجاز هذا التقرير، يعني كيف حصلتم على هذه الإحصائيات؟ نعم، نحن تم تشكيل فريق طوارئ الاستقبال وجمع المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سواء جماعة الحوثي أو أطراف الصراع الأخرى بحق النساء خلال الحرب، خلال 5 سنوات الماضية من الحرب، وذلك عبر جمع المعلومات عبر فريق الرصد والتوثيق الميداني التابع للمنظمة، إضافة إلى التنسيق مع شركائها من المنظمات الحقوقية العاملة في الساحة اليمنية. إضافة إلى ذلك يعقبها مرحلة التي هي تحقق الاستقصاء من صحة مصداقية المعلومات، وذلك بمقابلة الضحايا أو ذويهم وأقاربهم وشهود على الوقائع، وإجراء المقابلات معهم سواء كانت مسجلة مصورة معهم مع الشهود ومع الضحايا وغيرهم، فضلوا بأن تكون مكتوبة، ذلك تجنبا لأي من الضرر قد يصيبهم.
نعم، لكن يعني هناك تقارير كثيرة سيدة دعاء فيما يتعلق بوضع المرأة اليمنية، وتقريركم واحد من هذه التقارير. نتساءل هنا، ما الذي يميز تقريركم عن ما سواه من تقارير المنظمات الأخرى؟ نعم، تقرير منظمة رايتس رادر حاولنا جاهدين بأن يسلط الضوء على جميع الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها نساء اليمن من قبل جميع الأطراف المسلحة والمتصارعة، سواء التي تسببت بها جماعة الحوثي أو قوات التحالف أو الشرعية والقاعدة أو غيرها. نساء اليمن لم يتصدرن فقط قوائم القتل والإصابات والقصف، الوصل القنص إلى داخل منازلهن، وتصدرن أيضا المختطفين قسرا والتعذيب، أنشأت سجون خاصة بهن. يعني هذا الحرب تجاوزت كافة المواثيق والقوانين الدولية. مهما كتبت التقارير والإحصاءات تظل لا شيء أمام حجم المعاناة الكبيرة للمرأة. فنحن حاولنا بأن نسلط جميع المعاناة من جميع التي تسببت بها جميع الأطراف اليمنية، ولم نركز على طرف واحد بعينه. نعم، لكن ما هي أبرز المعاناة التي واجهتكم أنتم في منظمة رادار أو رايتس رادار لحقوق الإنسان أثناء إعداد هذا التقرير؟ نعم، حاولنا بأن يكون التقرير أكثر شمولا، وأن يعرض ويثق كل ما تتعرض له النساء اليمن من معاناة وانتهاكات خلال 5 سنوات الماضية من الحرب. على الرغم من أن التقرير ذكر أرقام وإحصاءات كبيرة ومرعبة، لكن الأكثر رعبا بأن هناك أرقام أكبر خلف ما ذكر لم تستطع المنظمة الوصول لها، إلى مناطق التي تقع سواء تحت سيطرة الحوثي أو دولة الإمارات، إضافة إلى خوف ورعب الضحايا أو الشهود من الإدلاء والاعتراف بما تعرضوا له، لأنه قد يعرض حياتهم إلى خطر أكبر، ما يجعل بعضهم يفضل الصمت أو الطلب إلى إخفاء هويتهم. حاولنا أن نصل إلى هذه المعلومات بكل دقة، سواء بالتليفون أو عن طريق فريق المنظمة الميداني، ولكن التحديات والعراقيل كانت كثيرة تواجههم، وتصل إلى تهديد حياة وأمن وسلامة بعضهم. نعم، إذن ابقي معي سيدة دعاء، وأعود لضيفتي من عدن سيدة أسماء الراعي. سيدة أسماء، هناك منظمات كثيرة معنية بشؤون المرأة، ومنظمات أيضا معنية ب يعني قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، وقضية المرأة جزء من اهتمامها. يعني كيف تجد حضور قضية المرأة لدى المنظمات المعنية بشكل مباشر ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام؟ قد يكون الحضور متواجد، لكن نتمنى أن يتم تسليط الضوء بشكل أقوى في إطار أن تصل المرأة إلى مرحلة أعلى مما هم يخططوا له أو هم يريدوه في هذه المنظمات، أن تصل المرأة إلى حقها في الحياة، أن تصل المرأة إلى حقها في التعليم، أن تصل المرأة إلى حقها في جوانب متعددة. يكفي أن تكون المرأة شامخة قوية متواجدة في كل المجالات، شقيقة الرجل في كل الأحداث الحاصلة. نقول كذلك أنه على هذه المنظمات أن تسلط الضوء في الانتهاكات التي تطال المرأة، وأن يتم الحد من هذه الانتهاكات حتى تستطيع المرأة أن تعيش بأمان وسلام. نعم، لكن هل وجدتم أثر يعني أنت قلت أنه يعني هناك عمل لهذه المنظمات وهناك يعني جهد سابق، ولكن هل هناك أثر على الواقع فيما يتعلق بقضية المرأة أو إيصال صوتها للمجتمع الدولي؟ سيصل أعتقد إذا الجميع تكاتف في هذه القضايا، سيصل صوت المرأة وستصل قضايا المرأة بشكل صحيح وبشكل قوي. يجب فقط أن تعرف المرأة أن لها حق، ويجب أن تستطيع الحصول على هذه الحقوق. يجب كذلك على هذه المنظمات أن تسلط الضوء كما قلنا بشكل أكبر وبشكل أوسع، ويجب كذلك توعية المرأة
إلى حقوقها. هناك كثير من النساء لا تعي حقها في الحياة، لا تعي حقها في التعليم، لا تعي حقها في الحرية، لا تعي حقها. نقول أن مجتمعاتنا مارست نوع من الضغوطات على المرأة، جعل منها نوعا ما ترضخ لكل الحاصل معها في هذه الحياة. لكن إن استطاعت هذه المنظمات أن توعي المرأة بحقها فستقف وستأخذ جميل حقوقها بشكل جميل. ابقي معي سيدة أسماء. أرحب الآن بضيفي وكيل وزارة حقوق الإنسان السيد نبيل عبد الحفيظ، سينضم إلينا من القاهرة. سيد نبيل مساء الخير. أسعد الله مساءك ومساء السادة المشاهدين، وأهلا بكم وبجميع الأخوات، وكل عام وكل أخواتنا اليمنيات وكل النساء في العالم بألف خير. أهلا بك سيد نبيل. نتحدث اليوم عن واقع المرأة اليمنية في ظل الحرب، يعني كيف تنظرون أنتم كجهة يعني حكومية وزارة حقوق الإنسان لواقع المرأة اليمنية في ظل فترة الحرب؟ حقيقة المرأة اليمنية هي امرأة معانية على طول فترتها التاريخية السابقة، وزادت معاناتها بشكل كبير جدا مع وجود ضعف يعني لا يرضي القيم الأخلاقية والعرف والدين كل هذه المبادئ التي اعتاد عليها اليمنيين على اساس ان الخط الاحمر يجب به لا ترك اي عليه مع السعوديه على الانتصاب لهذا الشهر واخدام النساء في اساليب الضغط على الاسر بتهديد الناس باعراضهم، عمليات الاعتقال والاخفاء والتعذيب والقتل، حتى استخدام عمليات القمص للقتل المباشر. نحن في وزارة حقوق الإنسان نقدم تقارير أممية دائمة إلى الجهات العربية وإلى الأمم المتحدة لما تخص الانتهاكات بشكل عام، وهناك خاصة من ضمنها التقارير الخاصة بالانتهاكات النساء، بالإضافة لما نحاول أن ننقله من صورة كاملة هذه الانتهاكات، عمل على تخفيف نقطة الانتهاك قد يحدث لأي امرأة في إطار هذه المناطق، وفي نفس الوقت إيصال رسالة كاملة بما يخص النساء في المنظمات الدولية. الجانب الآخر ما نستطيع أن نورده هنا في إطار حلقتكم هذه في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم، اليوم العالمي للمرأة، يوم الثامن من مارس الذي كان قبل في أول أمس. نقول أن النساء اليمنيات تشكلن مع الأطفال ثلث عدد القتلى والجرحى من المدنيين خلال 5 سنوات الماضية. لدينا عدد كبير من النساء اللاتي يعني للأسف قضينا هذه الحرب إما بالقتل المباشر عبر القمص أو بالعمليات الضرب للأحياء السكنية باستخدام الأسلحة الثقيلة أو عبر استخدام الألغام، والذي شكلت النساء رقما كبيرا فيه، بالإضافة إلى أن هناك المعاناة الأكبر والمعاناة الأمنية. جميل. لكن سيد نبيل يعني هناك أيضا ظاهرة خطيرة طرأت مؤخرا، وهي عملية الاختطاف للنساء. يعني كما نلاحظ في صنعاء لا يكاد يمر شهر أو أسابيع إلا ونرى أو نسمع عن عملية اختطاف لفتيات، لطالبات، لنساء. يعني نتساءلون ما هي الخطوات العلمية التي اتخذتموها كوزارة على الأقل للحد من هذه الظاهرة؟ لذلك قلت لك أن أخطر ما حدث في هذه الفترة في الحرب اليمنية الذي تعتبر الظاهرة الأخطر والظاهرة التي لم تحصل في أي فترات التاريخ، وهي ظاهرة الاختطاف والتعذيب والقتل وما شابه في هذه السجون،
والهدف الرئيسي منها عملية تخويف وتركيع الأسر وعملية إهانة اليمنيات وإسقاط هذا الخط الأحمر الذي نتحدث عنه دائما وإنهاؤه بأن الجميع تحت طائلة مقتلة هؤلاء. نعم. الذين استخدموا وأتوا لنا بسلاح ما يسمونه بالزينبيات اللي يمارسنا ضد النساء اليمنيات وضد الأسر. نعم، إذا وضحت الفكرة ويعني بدأ أن هناك رداءة في الصوت في نهاية المكالمة. عموما نشكرك جزيل الشكر السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. وأعود للسيدة دعاء جازم. سيدة دعاء، ماذا بعد هذا التقرير؟ يعني ما الذي يفترض أن تقوموا به في إطار مهمتكم الحقوقية والإنسانية؟ نعم، سوف نستمر بممارسة واستخدام كافة الوسائل الممكنة لدينا كمنظمة حقوقية وإنسانية، وذلك بمتابعة وتسليط الضوء على كل ما تتعرض له المرأة والطفل أو المدنيين بشكل عام، وكذلك بدعوة الأمم المتحدة وجميع منظمات المجتمع الدولي إقليمي محلي، لأن الوضع صار أكبر من يحتاج إلى تضافر جميع الجهود للضغط على الأطراف المتصارعة بالتجنيب النساء والأطفال والمدنيين عموماً مخاطر الحرب، وكذلك توفير الحماية الخاصة لهم واحترام قواعد القوانين الدولية والإنسانية، وكذلك الأعراف الأعراف والتقاليد المجتمعية التي تعد المساس بالمرأة وكرامتها أو زجبها في الصراعات المسلحة عيب وخطا لا يمكن تجاوزه بأي شكل كان. نعم، إذن وضحت الصورة السيدة دعاء جازم مسؤولة وحدة المرأة والطفل في منظمة رايتس رادار، كنت معنا من مدينة اسطنبول، شكرا جزيلا لك. وأعود لضيفتنا عبر الأقمار الاصطناعية السيدة أسماء الراعي. سيدة أسماء، يعني لو تسألنا عن الحكومة الشرعية ودورها في ما يتعلق بقضايا المرأة، كيف تجدون دور الشرعية؟ للأسف الشديد دور الشرعية في مناهضة حقوق المرأة ضعيف جدا، لا يكاد يكون بالشكل الصحيح الذي يجب أن يغطى فيه دور المرأة أو حقوق المرأة في هذه القضايا. كون الآن تمر هذه الفترة بطولها في اختطاف للنساء وتغييبهم وعدم السماح لهم بالتواصل مع أهلهم، كذلك الممارسات التي تؤخذ أو تنتهك فيها حقوق هؤلاء النساء، نحن نريد من الحكومة الشرعية، نريد من الأمم المتحدة، نريد من الهيئات والمنظمات الحقوقية المتخصصة في هذه المجال الذي هو مجال حقوق المرأة أن يكون لها دور فعال في هذه القضية. هذه القضية ليست من القضايا السهلة التي يجب أن تمر، يجب أن يحاسب مرتكبيها ويجب أن لا تسقط هذه القضية بالتقادم، يجب أن يكون هناك وقفة جادة لإخراج هؤلاء النساء من السجون التي يقبعن فيها. هذه الأمور كلها يجب أن يكون للحكومة دور قوي فيها. نحن نريد أن نرى من حكومتنا موقف جاد في هذه القضية، بالذات قضية المرأة واختطاف المرأة وتغييبها، كذلك الوقوف مع المرأة في قضاياها الأخرى، لكن هذه القضية قضية يجب أن يكون لها ثقلها. جميل. في مجتمعنا اليمني. جميل. سيدة أسماء، في ختام تواجدك معنا، يعني رسالة إذا تودين قولها من خلال البرنامج. قلت أن المرأة اليمنية امرأة قوية أثبتت وجودها في هذا المجتمع، ويجب أن تكون كذلك في جميع أمورها. في ختام هذا الموضوع نقول كذلك أننا نحمل جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة النساء المختطفات الموجودات في سجونهم. نطالب كذلك كما قلنا الأمم المتحدة والمنظمات الخاصة المتخصصة بحقوق المرأة الوقوف الجاد لهذه القضية والتحرك السريع لإطلاق سراح هؤلاء المختطفات. نعم.
نعم، إذن السيدة أسماء الراعي مدير مكتب رابطة أمهات المختطفين في تعز، كنت معنا عبر الأقمار الصناعي من عدن، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة من بين قوسين، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.